عظيم وناقد عظيم وراجل ما كانش بيجامل ولا كان لا مجامل لا بيجامل حد ولا كان بيقول ولا كان ضد حد، كان بيقول رأيه بصراحة ووضوح، كان حاسس بالناس، حاسس بالشعب، حاسس بالفنان. كان ده أنا ليا تعليق معاه مرة، كتب لي نص كلمة عليا في عمل كنت عاملاه وأنا كلمته شكرته فيها. مداعب لطيف ودمه خفيف، بيقول لك المعلومة، بيقول لك الكارثة وبيقولها لك بصورة لطيفة وبسيطة. احنا فقدنا انسان ما اعتقدش ان هنلاقي حد باسلوبه وحواره الجميل. لو انا بقول انا متعوده افتح الجورنال الاقي نص كلمه، فما اعتقدش ان اعرف افتح الجورنال ما الاقيهاش. فاعتقد ان اخبار اكيد هيعيدها زي ما عمل مع اللي فقدناه، طبعا الفنان العظيم مصطفى حسين، ربنا يرحمه برحمته يا رب ويرحم مصطفى حسين برحمته. كان هو راح في مكان احسن من هنا بكتير يا رب. اخر لقاء معاك انت؟ انا مكالمه تليفونيه بيني وبينه كانت لما عملت عمل كان كويس وعلق عليه حلو. شكرا.